هذه اللي كانت تتكلمك واحدة من بنات أخوك صح؟ عدل، شيخة كانت تتكلمني. شيخة؟ إيه؟ هم ما يعرفون رقمك إلا إذا يبون مصلحة. أوهو حين قولي اشتبي الملكة شيخة. يبا ما تبي شيء، تبي تقولي إن في خطاطيب جاي لهم يوم الأحد. خطاطيب؟ إيه؟ ما بغى ريال يطق باب بيتهم وتاليها يعني. وانا ايش قلت يعني؟ ايش قلت؟ ما قلت شيء غلط. احنا هو شو اسمه وشنو يشتغل وكم عمره؟ اسمه فهد ويشتغل دكتور باطنيه وعمره بالأربعين. غيره دكتور؟ يبا سمعي كل الموضوع ان الناس ما عندهم مكان، فراح يجون الخطاطيب عندي هني البيت يوم الاحد. ماشي؟ وش معنى بيتنا ان شاء الله؟ شنو ايش معنى بيتنا ان شاء الله؟ أنا عمها وبحسبة أبوها، وإذا ناس يبيون يخطبونها يخطبونها مني. عندها بدال العم ثلاث، بدر وفيصل وعادل وأكبر منك بعد، ليش ما يروحون بيوتهم؟ وإنتي شكو؟ إنتي إيش تبين الحين؟ يبانا كيفي حر، هذا بيتي. بعدين تعالي أشوف خطبة أخوك كانت ببيتي هني، استقبال بنت أختك كانت ببيتي هني، أشوف أنا ما قلت شيء لا، وكان عسل على قلبي بعد. حبيبي أنا إخواني ما عندهم مكان. أقول بس سكري السالفة، هذا أخوي بدر متصل. ألو. هلا بدر، هلا والله. بس بغيت أقول لك موضوع، أن شيخة يولها خطاطيب صيبة صابتهم. لو خاشين الخبر خاشينه، ما يبون أحد يعرف. صامت افطرت على دكتور.